اهلا استاذه سلوى. اهلا استاذه، زي حضرتك منوره، تفضلي. طبعا سمعتينا عم نحكي عن الشهادات وعن حيالله شخص بيجي بيعمل يومين ثلاثه دراسه عامه بتلاقي صار يحط كلمه حتى الدكتور واستاذ وبروفيسور. اكيد يعني صارت المساله عشوائيه جدا ومكثفه بشكل يمكن حتى مؤذي. يعني موضوع الشهادات المعتمده والدورات التدريبيه اللي تطرح الان على الساحه موضوعها شائك جدا. يعني نحتاج بالفعل الى وقفه صريحه وجريئه في مواجهه هذه الشهادات او هذه البرامج اللي تطرح بدون ما يكون لها اصل او وجود او اعتراف رسمي عندنا داخل الدوله. شيء معتمد صح. نعم. فيمكن الاذى اكثر عن الفائده. وفي ناس يبحثون عن الشهاده لمجرد شهاده فقط، انها تعلق في اطار وتنحط وراه في المكتب عشان يبين انه هو حجم او عدد البرامج والورش التدريبيه اللي هو حضرها. صحيح. بدون ما يكون لها اي مردود حقيقي او ايجابي على هذا الفرد او حتى على المؤسسه او الجهه اللي هو ينتمي لها. استاذة سلوى، يعني هي صفت القصه انه والله شخص بس بجمع كراتين شوف بس للشو وللمظاهر وانه علقها، لكن فعليا نحن كمجتمع كاعلام ككاتب كمعلم هل ممكن انه نوقف وقفه واحده ونحكي انه والله بدنا مؤسسات معتمده مثلا من وزاره التعليم العالي او وزاره التربيه والتعليم نخلي اولادنا في يعني النشاطات الصيفيه يروحوا ياخذوا دورات، مش مشكله بس تكون شهادات معتمده، مش شهادات والله بس ادفع فلوس ويلا خذ شهاده. للاسف هيك وصلنا لنا. هو شوف استاذي، اولا لازم نعرف نفرق بين الاعتماد وبين الاعتراف. الاعتماد يعني انت مثلا كمركز تدريب حاصل على رخصه من جهه اللي هي مرخصه باعطاء هذه التراخيص لمراكز التدريب او المراكز المهنيه، معترف بها يعتمد على الجهه اللي راح تتقبل هذه الشهاده. لما انت تقدم هذه الشهاده للجهه او المؤسسه قد تكون تقبلك في او تعترف فيك في مجالات معينه وقد ترفض في مجالات اخرى. صح. بناء على مجموعه من المقاييس والمواصفات اللي هذه الجهه حاططنها لاعتماد مثل هذه الشهادات، خاصه اذا كانت شهادات مهنيه او اكاديميه. اذا الاعتماد الحقيقي هو نحن نبغى الاعتراف. بعض الناس يعني يلجؤون الى مجموعه من البرامج والدورات، هو قد يكون حاب انه ينضم لها وعارف ان هذه أو هذا البرنامج أو هذه الدورة ما راح يكون معترف فيها في جهة عمله، ولكن هو حاب يضيفها لمهارة من مهاراته اللي قاعد يكتسبها من خلال التدريب، عملية التدريب. إذا لازم نعرف ونصنف هذه الدورات، هل هي أكاديمية مهنية أم هي دورات زيادة مهارات وخبرات؟ فهذا يعتمد طبعا على الفرد. وأعتقد الآن أفراد المجتمع أصبحوا من الذكاء اللي ممكن أن يفرقون بين هذه الأشياء. يعني مستحيل أن أنت مثل ما تفضلت أخذ شهادة محاسب خلال 4 أيام، او اخذ شهاده دبلوم مهني في موضوع معين خلال يومين. بس يعني ما هو للأسف الشديد استاذ سلوى انه في ناس كتير جدا بتستغل الشهاده دي اللي هي شهاده يوميه من دوره يوميه او اسبوعيه لاغراض كتيره جدا غير اخلاقيه في المجتمع. يعني انه حد يجي ينصب عليا مثلا بسبب انه هو معاه شهاده، او يطلع يعمل كورس في مدرسه او في حضانه يقول معلومات خطا في مقابل بس انه هو معاه شهاده وموقعه من مركز معتمد. فين بقى هنا مثلا ان الرقابه على الشيء؟ شوفي الان احنا الرقابه كمان على المراكز المعتمده كمان. مش بس المراكز، يعني الان نحن حتى كافراد يفترض ان ما تنطلع لنا هذه الحيل اللي هي والله تعال خذ دوره اونلاين مثلا في المحاسبه، او انك تكون مدرب معتمد خلال يومين راح اعطيك مجموعه شهادات معتمده من كامبريدج ومن بوسطن و و و الى اخره. نحن الان موجودين في، خلينا نتكلم عن مجتمع دوله الامارات، يعني اكيد كل فرد موجود على هذه الارض عارف ان في جهات رسميه تمنح هذه التراخيص. صحيح. اولا يجب ان نبحث ان هل المركز هل هو مرخص او لا. يعني صح. يفترض ان هاي الاشياء ما تنطلع علينا، يعني ما تمشي مرور الكرام. الانترنت. نعم، ادخل على الانترنت واعمل سيرش. تفضل. بس هون المراكز الانترنت ما يكون واضح علينا اكثر. هون المراكز قديش هن سهله ان هن يكونوا يروحوا ياخذوا الحقوق من غير جماعات؟ هل في عليهم فتحين العين عليهم؟ بتعملوا لهم مثلا ينعمل عليهم زيارات او كبسات بمعنى يشوفوا؟ هي اولا مثل ما قلت لك مركز التدريب ياخذ الترخيص، ترخيص اصدار رخصه بمسمى مركز تدريب تطوير مهني واداري. هذا من بلديه؟ مش من البلديه. ها. من رخصه من الدائره الاقتصاديه اولا كرخصه تجاريه،
بعدين تروح هيئة المعرفة. إذا كنت أنت داخل مجال التدريب يجب أن تعتمد وترخص من هيئة المعرفة. في السابق يمكن كانت هيئة المعرفة اعتماداتهم على الشهادات دايركت في طابع ينحط وكذا، الآن ما في، الآن خلاص أنت مركز معتمد من هيئة ومرخص من هيئة المعرفة والتنمية البشرية. جميع الشهادات اللي أنت تصدرها لإنهاء أو إتمام برنامج أو دورة معينة عليها توقيع توقيع وختم المركز المعتمد لدى هيئة المعرفة بوجود رقم الرخصة. أنت حاط شعار هيئة المعرفة أو شعار الدائرة الاقتصادية أو الاسمي ورقم الرخصة خلاص. إذا أنت كفرد الآن يعني يفترض أنك لما تكون تحافظ على هذه الشهادة ومدى أهميتها راح تبحث وراء هذا المركز. صح. للمرة الأولى على الأقل. يعني وايد سهل الموضوع أن أنا أدخل الموقع الخاص بهيئة المعرفة والتنمية البشرية أعمل سيرش على هذا المركز، نعم موجود إذن مرخص. طيب أستاذة سلوى عايزة أتكلم معاكي عن Positive Mind والخدمات اللي بيقدموها والدورات اللي موجودة فيه، بما أنه هو مركز معتمد وموثوق فيه، نفيد الناس كمان بالخدمات اللي حضرتك بتقدموها في المركز. طبعاً الحمد لله يعني أننا نحن قدرنا تقريباً الآن قبل 6 أو 7 أشهر مضت حصلنا على ترخيص من الدائرة الاقتصادية مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة برخصة انطلاق، وتم ترخيص المركز من هيئة المعرفة والتنمية البشرية لثلاثة أنشطة، أهمها طبعا برامج اللي تخص الأطفال والمراهقين، وهذا ليس بالسهولة أن الواحد يحصل عليه إلا بناء على خبرته في هذا المجال، وأيضا التطوير المهني والإداري، وكذلك برامج الحاسب والجرافيكس والإنترنت. كل البرامج وكل الدورات اللي قدمناها حاليا واللي راح نقدمها إن شاء الله في أجندتنا كلها معتمدة من المركز ومرخصة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية. يعني إلى الآن نحن لم نخرج عن إطار يمكن 152 أو 53 برنامج أو حقيبة تم تقديمها إلى هيئة المعرفة للاعتماد بالتسعير يعني بأرقامها. في مجموعة من المدربين والمستشارين بالفعل كانت لنا علاقات سابقة معهم، الآن كان لنا شرف أيضا انضمامهم لعضوية هذا المركز كمدرب وكذلك كمستشارين بمهام ويعني عندهم مهام وظيفية عالية جدا وخبرة طويلة في مجالاتهم، فهذا يعتبر يعني إضافة لهذا المركز. ومثل ما قلت لك هي المراكز التدريبية تعتمد أيضا على الشخصية اللي أسست هذا المركز. صحيح. أنت كمدرب يجب أن يكون صحيح. لك أثر إيجابي في المجتمع. صحيح. الناس أعطوك ثقتهم خلاص وعارفين من فلان هذا اللي راح يقدم هذا البرنامج التدريبي، ليش؟ بناء على خبرات سابقة في هالمجال. يعني أنا قبل لا أطلق هذا المركز صار لي أكثر من 16 سنة في مبادرة هي السفراء الإيجابية، من ضمن مهامي أن أنا أقدم برامج توعوية لأفراد المجتمع. يمكن كانت في البداية مع الكانسر والأمور هذه، لكن تطورت في مفهوم الإيجابية وكيف أنا أتحلى بمفهوم الإيجابية الحقيقي وليس ما ينادى به الآن. صحيح. عشان أقدر أتحدى كل ما يواجهني في هذه الحياة. الحمد لله شوي شوي شفت أن صارت لي مجموعة من الإنجازات، مجموعة من الخبرات اكتسبتها كثيرة، دخلت مجموعة من المنافسات وفزت فيها، شفت أن بالفعل الآن صار الوقت مناسب جدا أن أنا أطلق مركز تدريب عشان أحصل على الصفة القانونية. لما أي أقدم برامج تدريبية لازم يكون عندي الصفة القانونية. صحيح. وأصدر شهادات لها صفة قانونية أيضا. صحيح. لهذول الناس اللي جايين يتدربون. صحيح. أستاذة سلوى جنرال ولا أكاديميك؟ أكيد أنت فهمتيني صح؟ نعم. طيب جنرال ولا أكاديميك، هذا السؤال اللي بيسألوه لطلبة الجامعات المقبلين على الدراسة الجامعية. أحيانا إيهاب بنلاحظ أنه شو يعني بس أنا ما أعرف جنرال أو أكاديميك بالآيلتس. أوكي. في آيلتس جنرال وفي آيلتس أكاديميك. أكاديميك دارس يعني دارس. نعم؟ الآيلتس قبل لا يأخذ الامتحان. الله ينور عليك. لازم يجتاز للامتحان أو اختبار اللغة الإنجليزية. أوكي. أحيانا بنلاحظ أنه بيتم استغلال الطلبة، أحيانا بنلاحظ أنه في ناس تدفع فلوس على أساس أنه الشهادة هذه معتمدة ومعترف فيها بجامعات وبيروح يمتحنوا وآخر شيء تطلع شهادات مضروبة. أوكي. ومعاهد للأسف ما في عليهم رقابة. صح. ما في عليهم كنترول لا يعرفوا. هذه الشهادة طب أوكي، طب ما أنا دافع مبلغ، يعني أنا لما أدفع قيمة الاختبار اللي هو 1000 درهم وقيمة الدورة اللي هي 5000 درهم بس مصاري أنت في وقت يعني وقت. أستاذ يعني إحنا لازم نفرق، ترى مثل ما قلت لك لازم نفرق بين الاعتماد الاعتماد او الترخيص وبين الاعتراف. يمكن نفس المركز هذا هو ما في مركز عندنا في دولة الامارات راح يقدر يطلق برامج تدريبية بدون ما يكون مرخص او معتمد. هو معتمد رسميا ومعتمد كمركز تدريبي، لكن يمكن هذه الجهة مش معترفة بشهاداته. ليش؟ بناء على مجموعة من المواصفات والمقاييس ما توفرت في هذا المركز لكن توفرت في المركز الثاني. يمكن المدرب اللي يقدم هنا هم مش معترفين فيه،
معترفين في المركز الثاني مع انها نفس الشهاده. اذا احنا نتكلم الان عن موضوع الاعتراف. الاعتراف الاعتراف انت ما تقدر تتحكم فيه، لان في كل جهه او كل مؤسسه لها مجموعه من المقاييس والمواصفات تشترطها في هذه الشهادات. فما دام هو مرخص هو ماشي صح، لكن خليه يدور على الجهات اللي لما يطرح البرنامج لازم يعني يبين ان هذه الشهاده هل معترف فيها في هذه الجهه في هذه الجهه او غير معترف فيها في الجهه. يعني في نوع شوي من المصداقيه يفترض انه يظهر مع اطلاق هذه البرامج والدورات. طيب استاذه سلوى، في شيء يعني هو بالنسبه لي كوميدي الصراحه، بس انا عايزه اخذ راي حضرتك فيه بما انك خبره في الموضوع. مؤخرا شفنا سفير التسامح، سفير النوايا الحسنه، سفير الضحكه الحلوه، سفير الطبخه اللي تجنن، دكتور السعاده، إيه رأيك كل السفراء اللي ظهروا لنا مره واحده؟ هو نشاط من المجتمع للاسف. المجتمع هو من وهبهم هذه الالقاب واعترف بهذه الالقاب. في النهايه انت ما تقدرين تحاربين هذه كلهم، لكن هو الانسان لما يوقف مع نفسه وقفه صريحه وصادقه لو كان يثق في نفسه مع نفسه هل انت تتقبل هذا الشيء؟ من اعطاك الحق انك تكون دكتور للسعاده وانت لا تمت بصله لموضوع السعاده؟ لما نتكلم عن مفهوم الايجابيه، الايجابيه ليست شيء سهل، لو كانت شيء سهل ما كانت نهج لمنهاج دوله الامارات، صح؟ ما كانت انتهجت كمنهاج بالفعل حقيقي لدوله الامارات لكل مؤسساتنا في دوله الامارات. اذا الايجابيه محتاجه تجربه واقعيه ومحتاجه تاثير صادق في الناس. صحيح. انت لما تشرح تجربتك كيف انت صرت انسان ايجابي، انت تحديت، كنت امام تحدي حقيقي. اغلب الناس يمكن يصابون بالاحباط من امام هذا التحدي، ولكن انت اثبت انك قادر على استثمار هذه التجربه بشكل ايجابي وبشكل ناجح وحققت فيها نجاح على الرغم من ان الجميع كانوا يتوقعون سقوطك. صحيح. بس انت نهضت بسرعه ووصلت. اذا هذا هو التاثير. صحيح. هنا تكون المصداقيه. وتصديقا لكلامك استاذه سلوى، الايجابيه يمكن في كثير من الناس في ما بيفهموها وما بيعرفوها وعندهم لغط بمعناها. ممكن الناس مفكرين انه الايجابيه والله انه بس ابتسم بوجه الناس وبس الف راسي عادي، اكون معصب واكون مكشر مع نفسي بس ما اعطيهم طاقه سلبيه. أيوه. هذا اللغط او الغلط الكبير. الإيجابية توقع الظروف يعني توقع يعني الأمور الإيجابية أنك تكون إيجابي بمواقف صعبة. يعني تخيل حالك أنه أنت راح تغرق أو مركبك خلاص ما في أمل أنك تنجو وأنك بهذا الموقف تتوقع الإيجابية، هذه هي الإيجابية. وطبعا الإنسان إيجابي بعد لا يتهمون أنه هو إنسان لا مبالي. يعني نحن تعرضنا الكثير من المواقف، يعني قد نكون نبكي نتألم أمام هذه المواقف، ولكن في النهاية لأن نحن تفكيرنا إيجابي نسترجع قوانا بسرعة ونقدر نكمل مسيرة حياتنا. هي الإيجابية تعتمد على ثلاث أشياء. أولا الإنسان يصلح ما بينه وبين رب العالمين، يصلح علاقته مع نفسه ومصداقيته مع نفسه، وبالتالي راح يكسب ثقة ومصداقية الآخرين. هذه هي الإيجابية الحقيقية. صحيح. وهذا الشيء يتكرر وين؟ يعني موجود في من خلال إدارتنا لمراكز تدريب أو إدارتنا لبرنامج أو دورة تدريبية. معناته أنت إنسان إيجابي إذا راح تكون صادق مع نفسك قبل الآخرين. انت تضحك على الناس تعطيهم شهاده انه يكون دكتور في السعاده، شو يعني دكتور في السعاده؟ صح. والسعاده المطلقه غير موجوده. السعاده ما تمرض. موجود. السعاده المطلقه لا توجد في الحياه الدنيا، هي مجرد لحظه انت تشعر فيها بتحقيق هدف معين. صح. راح تشعر معاه بالسعاده والحماس انك حققت هذا الهدف، لكن بعدين راح تبحث عن هدف ثاني عشان يحقق لك السعاده. في كتاب اسمه هابينس از، فانت بتقرر شو هي الهابينس لك. الهابينس لك مش لا 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 لمنا، مش لإلي، مش لمدام سلوى، كل واحد الهابينس لإله. كنت عم تحكي حضرتك عن الدورات وورشات ممكن يكون في كبوزيتيف مايند كمؤسسة. صح. في شيء بالصيف عاملينه كورشات للأشخاص؟ نحن نقدم برامج. يعني أنا عن نفسي يمكن كان تخصصي هذا في البداية، موضوع السعادة والإيجابية. الإيجابية طبعا هي كل شيء، ممكن تحت تندرج كل المرادفات الجميله مثل السعاده جزء من الايجابيه. اذا انت لما تكون تفكيرك ايجابي راح تحس نفسك راضي عن نفسك وراضي عن كل ما حققته، وتحس ان الناس سبحان الله بداوا يثقون فيك لان شاعرين انك انت انسان متوازن متزن. صح. في حياتك توازي وتعادل بين كل شيء، تضحك وتبتسم وتكون سعيد، لكن في نفس الوقت انت تتالم مثل ما هم يتالمون وتعيش معهم هذه اللحظه. لا تمنع انسان بانه يعيش لحظات الحزن، لكن علمه مهاره، دربه بمهاره انه كيف يكتسب مهارات الايجابيه، كيف يكون انسان ايجابي في حياته. ممكن يقلب الحزن لفرح.
ممكن لكن الحزن والبكاء وهي امور طبيعيه. اذا لم نعيش هذه اللحظات ما راح نكون الناس طبيعيين اصلا. يعني البشر تتاثر ممكن كتله من المشاعر يعني. وانا احب انوه ايضا الان في دولة الإمارات في طبعا كثير من الجهات والمؤسسات تسعى لإعطاء مصداقية للبرامج والمراكز التدريب، من ضمنهم جمعية الإمارات. أنا عضوة في جمعية الإمارات للمدربين والمستشارين الإداريين. الآن هذه الجمعية تسعى وبقوة لمواجهة هذه الظاهرة، ظاهرة إعطاء الشهادات والألقاب، بدراسة أن ما يتم اعتماد مراكز التدريب أو المدربين من هيئة المعرفة إلا بعد موافقة جمعية الإمارات للمدربين والمستشارين. أعتقد بهاي الطريقة بالفعل راح نحمي كافة أفراد المجتمع ونحمي أنفسنا أيضا من هاي المغالطات اللي قاعدة تصير. إذا سأل السلوى، إذا أنا حبيت أخذ شهادة شو راح تفيدني في حياتي الشهادة هذه؟ مو ترى أنت لما تقدم لبرنامج تدريبي، هل أنت محتاج أكاديمي مهني عشان تتوظف؟ أنت محتاج شهادة للتوظيف أم محتاج شهادة لزيادة خبرة ومهارة؟ الشهادات التقديرية تقريبا تكون شهادة اللي ما مش أكاديمية، الثانية هي مثلا شهادة تقدير. أنا يعني من نفسي لما أي أستعرض إنجازاتي ومشاركاتي المجتمعية راح أشوف أن أنا شاركت في عدد من الملتقيات، البرامج، اكتسبت خبرتي من هذا البرنامج، أخذت معلومة جديدة من هذه الدورة. هاي اللي راح تقدر تضيفها لنفسك. لكن في مجال عملك يمكن هذه الشهادات كثر ما هي هالكثر ما راح تفيدك بشيء. صحيح. الا فقط لتقديرك انت لذاتك. اول شيء حق نفسي طبعا اتعلم انت بعدين راح استفيد عنده في المحافل. بيبقى احيانا ليها شيء معنوي اكثر من انه هو شيء مادي. أكيد. انه انا صح. والله انجزت ده في حياتي وانجزت هي ده. هي استعراض انجازات شخصيه. بالضبط. انجازات شخصيه ومشاركتك في المجتمع. انت صح. تحس نفسك ان انت فرد فاعل في هذا المجتمع. أيام في مؤسسات بتجبر الموظفين اللي عندها يروحوا يعملوا دورات، هذا الشيء بيكون بحد نفسه investment بهول الأشخاص. مع هذا الشيء أنت طبعاً من 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 أهمية أو من معادلة التدريب الناجح، إذا أنت تبغى ترتب يعني دورة أو برنامج تدريبي ناجح، أحد عناصر نجاح هذا البرنامج إنه يكون في عندك متدربين راغبين في التدريب. أنت ما تقدر تجبر أي حد، وإن كان هو محتاج لهذا التدريب. يفترض أنك تشتغل معه أول شيء إنه يقتنع هو بنفسه إنه محتاج أو لديه حاجة لهذه المهارة أو لهذه المعلومة، وراح يدخل تلقائيا بنفسه في الدورة. لكن تجيب أنت موظفين وتحطهم 40-50 موظف، يلا روحوا عشان أعمل كليك، أيوة أنجزت هاي الدورة، أصعب. طيب معلش يمكن أعرضك شوية أستاذ أسامة. طب أحيانا إذا كان الموضوع متعلق بمؤسسة وطنية كبيرة ويعني في نمط جديد أو سيستم قالوا أيوة أعطيك مثل أساعدك بهذا السؤال. أيوة. السيفتي. أيوة السيفتي أو السيفتي بينطلب من المؤسسات أن تروح تعمل دورات يعملوا سيفتي السوفت وير. بعدنا كنا عم نحكي عن الحرائق وكذا. من اللي ماسك التدريب مثلا؟ الديبارتمنت أو الإدارة الخاصة أو بالتدريب خاصة يفترض أن هي عارفة أن هذا الموضوع إجباري، ولكن كتهيئة نفسية أنا أحط احتياجات تدريبية في بداية مثلاً العام الإداري، أحط احتياجات تدريبية من ضمنها هذه البرامج اللي أنا أحطها كأنها هي خيارات بس بطريقة غير مباشرة، هي شيء إجباري. نعم. راح تلاقي نفس الموظف اختار هذه الدورات، إنه قد يكون على مجموعة من الفئات يعني، لكن في النهاية راح يدور ويختار منها. يعني أنا مثلاً أقول له شو رأيك تختار هالشهر هاي الدورة واللي بعدها كذا، رتب لي اياهم ايهم اللي تباهم انت في البدايه. هناك اساليب مختلفه ان انا اخلي هذا الشخص يشارك تلقائيا من نفسه. صح. لكن لما يجي مغصوب، حتى لو كنا نحن محتاجين لهذا البرنامج اجباري ضروري محتاجينه، لما يجي مغصوب انت لازم تختار الوقت المناسب، لازم تختار التهيئه المناسبه، مش هيبقى عنده استعداد انه هو استعداد نفسي للتلقي المعلومه. ايوه استعداد نفسي لتلقي المعلومات هذه او صح. لهذا البرنامج. عندك حق. النهارده احنا انبسطنا جدا بوجود حضرتك. الله يعطيك العافيه، معلوماتك وشرفتينا ونورتينا حبيب. ولازم نشربك حاجه ونعزمك على حاجه، بس خلينا نطلع بريك. شكرا. تسلمي. شكرا.